اعترافات ليلية. فرحتكم اروى جودة اكتر واحدة بتاكل في التصوير. لا غلط، كلنا بناكل. شفت من وراكم. انا اكتر واحدة باكل في التصوير. ايه ده؟ مين اللي مخلص انتوا كلكم اكلتوا اومليت بالبسطرمة وانا اكلت طاجن لوحدي انا، وانتوا كلكم قسمتوا الطاجن التاني. طب يوم ما فطرنا سوا مين اكتر حد كان بياكل فينا؟ يزم الله عليك. لا اكتر واحد حد بياكل فيه. ميان رغاية جدا وبتبطلش كلام. انا ما اعرفش. لو خدت فرصة طبعا. لا انا وجميلة رغيين قوي، بتتنافسوا مع بعض. رغاية قوي بس لما بتقعد معايا انا اللي بسيطر في الرغي. انا مع سيفا بقى سقيلة. واحكي لي وقولي لي. لا بس انتوا الاثنين المرة دي كلمتوا بعض كتير جدا. اوف استاذ سامح، لما كان عندنا اخر مشهد وهنفركش اللي هو سيفا قبل ما تخلص اخر مشهد ليها، فاستاذ سامح قال والله توحشوني وحشني رغيوكو. انا كان انجلش كتير فقال لنا حسنتوا لي اللغه والله. دول على طول اللي بيتكلموا اللغه والله. عارف ساعات بيقلبوا فرنش يعني كده وكده. الجيل كل حاجه في المسلسل. جميل وبقيتي معاهم يا اروى. ايوه طبعا. لا اروى على طول فرنش. جميله واروى اكتر اتنين كانوا بيناموا في اللوكيشن. صح. كل ما يجي لي فرصه يا نهار اسود ولا احنا ما نعرفش ما نعرفش فين. امال ليه انا فاكرني لما بتتاخروا عليا مش بيقول. لا انا دي ما اعرفهاش. هعمل كده كده وكده. اتعلمتي انك تنامي من مين في اللوكيشن؟ صح برافو. ايه ده ما كانش هو مش انت قلتي الجمله دي؟ ايه هي؟ انت مش لسه قايله برافو انك قلتي ان اوبشن ان احنا ننام في التصوير. برافو انهم يريحوا. ايوه ما كانش انت كاتبه. انا هزرجه. لا يمكن هي يمكن ميان. يسرى بتتاخر عن ميعاد التصوير. غلط يسرى. ده احنا بنجري عشان نطلع عشان نبقى قبلها. يا لهوي حتى بين المشهد والمشهد. انا عايزه اقول حاجه. انا ببقى زي جميله كده عايزه ان انا اروح قبل ما هي توصل علشان ده طبعا احترام ليها وكده، واروح الاقيها. طب اعمل ايه؟ طيب ما البسش. طيب يعني اعمل ايه؟ طيب البنات الصغيرين بينفسنوا على اروى جوده عشان بتلبس توب موضه. ايه ايه ده غريب قوي. ايه ده حقا؟ لا العب بقى معانا بقى مالك. العب بقى من ايه؟ انت كده ليه معايا ولا ايه؟ طلع اي حاجه. طب انا مالي بالبنات الصغيرين؟ انا حاسك بتلعب. طب انا هقول صح. يلا هتقولي صح. لا في ناس بتغير منك. البنات الكبار. انا مش انا ما بعملش عشان مش فاهمه الكوره. ايوه بس مش دول مش في المطلق يعني بتتكلم في المطلق موضه. لا احنا بنتعلم منها الموضه اكيد يعني. لا هي بيليق عليها اللبس. هي بيليق عليها اللبس. اروى بيليق عليها اللبس. بيليق عليها اللبس وبتضايقنا كل ما بتمشي فيه على السجاده الحمراء. ايوه البنت. لا ماشي بيليق عليها. سامح عبد العزيز ديكتاتور مع الممثلين. لا خالص. راجل سكس وجميل جدا. بيقول تمام جميل جدا. برافو المرسي قوي ان انتوا والله العظيم. بس لما يعوز حاجه هيعملها. هيعملها يعني لما يعوز مشهد بطريقه فلانيه او عايز معنى معين هيعمله. هياخد مننا اللي هو عايزه في الاخر. احمد عادل بيغير في احداث المسلسل بناء على ردود الافعال على السوشيال ميديا. لا خالص اطلاقا. يا ريت. ده احنا يعني انا حاولت قدر الامكان. وانا كمان انه هو ما يموتش. ايوه كنت سايبه دي فرصه سعيده كل واحد فيكم كان لو في ايده يغير شغل احمد عادل. ها ويغير النهايه بسيطه. اتفضل. جميله اول ما تعرض عليها الدور فضلت اسبوعين متوتره ومش راضيه توافق عشان خايفه من دور الشر. فلما سمعت لما شافت بقى سوري الفيدباك في السوشيال ميديا فجت لي قالت لي هي تماره ينفع تكمل شريره زي ما هي؟ انت عارف والله كانت خايفه. ايوه كانت مرعوبه الاول بعد كده حبت الشر. بقول لك ما كانتش فعلا عارفه تعمل شريره. لما جالها رد الفعل على ادائها العظيم قالت انا خايفه قوي اصل تماره هتقلب طيبه. ايوه ده حقيقي. قال
قالت لي انا كده دوري خلص انا بقيت طيبه زعلانه ان هي تبقى طيبه اطلاق مش حاسه اني بعمل حاجه حاسه ان انا بعد ما بقيت طيبه بقيت بقول مين وده وده زعلانه ليه انت فرحانه اوكي الله يرحمه بابا بقولي كده قالت لي انا بقيت كلبوبه ما الدراما على رايك يصنعها الاشرار بالعكس الطيب لما بيداس له على طرف بيطلع منه كل الدراما الشر يعمل دراما بس الانسان مولود بخير وشر اعتقد يعني. عشان كده ده اللي قوم مريم انها تجيب حقها ما هي وهي بتجيب حقها تحسيها شريره هي كانت طيبه جدا وماشيه في الحياه عادي دي كانت حد بيقوم في شر يعني دي كانت مصدقه انها هتموت بدليل ان هي عملت له توكيل وحق بنتي ومش حق بنتي ولازم تجيب لها حقها وخد بالك من كذا وخد بالك من كذا لما راحت لاروى في لندن وقالت لها لا انا هوديك عند اهم دكتور يعني كانت مديها الامان تماما قلت لها لا انت متاكده ان الدكتور ده بيفهم انا رحت لثلاث دكاتره قالت لي بنفس الاشعه which is true لو نفس الاشعه الاشعه فيها ورم